السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة، قراءة تاروت تفصيلية برج الجدي. اليوم يوم 28 مارس 2022، يوم الاثنين. بس قبل ما يبدأ الفيديو، لو انت جديد معانا في القناة اضغط اشتراك وفعل الجرس من اجل ان يصلك التوقعات الشهرية والاسبوعية واليومية لبرجك، وادي حاجز قراءة خاصة، رقم واتساب مكتوب امامك على الشاشة. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. برج الجدي، 9 عصيان، النجمة، والعاشقان. برج الجدي، ربما في هذا اليوم تكون الأضواء مسلطة عليك، أو تكون النجم بتاع هذا اليوم، ذا ستار. بس بالنسبة لمين؟ بالنسبة للشخص اللي بتحبه، لأن عندك كارت الدافع والعاشقان، يعني كأن الشخص اللي بتحبه اليوم هو أنت بالنسبة له ذا ستار، النجم، أقرب شخص ليه وأكتر شخص هو متعلق بيه في هذا اليوم. مع كارت 9 عصيان، الكارت اللي بيدل على أنك أنت بتحاول أنك أنت ترضي الشخص اللي بتحبه بكل ما أوتيت من قوة في هذا اليوم، وتساعده وتعينه على تحقيق جميع أهدافه والوصول لكل شيء بيسعى إليه. الإمبراطور، خمس عصيان و4 سيوف. ربما يكون هناك في هذا اليوم العديد من التنافسات الشرسة في محيطك المهني، والعديد من الصراعات القوية والشرسة في محيط حياة برج الجدي المهنية. اللي ربما تكون انت مولود برج الجدي استسلمت من هذه النزاعات وقررت عدم التدخل فيها. كل النزاعات دي من أجل الحصول على ترقية، أو من أجل الحصول على منصب، أو من أجل الحصول على وظيفة جديدة، أو من أجل إرضاء المدير. ولكن يا برج الجدي، أنت كبرت دماغك تماما من المواضيع دي، وقررت أنك أنت ما تحرقش دمك في المواضيع دي تماما، وأنك أنت تحيا بسلام. ولكن هيشاء القدر أنك أنت برغم أنك أنت انسحبت من النزاعات دي، إلا إن النتيجة هو إنك أنت اللي هتنجح في هذه التحديات. ولو كان النزاع على منصب، فبرج الجدي هو اللي هيحصل على هذا المنصب في الفترة القادمة. تسع عملات، الأسطورة والسيف الكبير. الأسطورة، الكارت اللي بيدل على نهاية الحرب السابقة، أو نهاية المرحلة السابقة، أو نهاية الفترة السابقة بكل ما كانت تحمله من معاناة، والنهاية هي انتصار كبير جدا يا مولود برج الجدي سوف تتمكن من تحقيقه، تحديدا على صعيد حياتك المالية يعادل 90% من طموحاتك المالية يا عزيزي يا مولود برج الجدي. ملك السيوف، 6 عملات و9 سيوف. 6 عملات، يعني نقدر نقول انك انت بتحصل على اموال في هذا اليوم كمكافأة على أعمال كنت بتقوم بيها، أو كنصيبك في أرباح في عمل ما كنت بتقوم به. ربما كان لديك قلق شديد بشأن هذا العمل أو هذه المهمة، إلا أنك أنت تمكنت من اتخاذ القرارات الحكيمة، وتمكنت من التصرف بالطريقة الصحيحة حتى تحصل أو تسترد حقوقك في هذا الأمر أو في هذا النزاع. البرج، 7 عصيان
فارس السيوف. وكأن هناك العديد من الانتقادات التي توجه لك في هذا اليوم من حاقدينك ومن الأشخاص اللي بيسعوا إلى إيقاف مسيرتك، وعلى ما يبدو أنك مستعد تماما لهذا النوع من الانتقادات، ومستعد لمواجهة هذا الشيء بكل ما أوتيت من قوة، وترقب حدوث تغيير كامل في نظام العمل الخاص بك أو تغيير في حياتك، إخراج لأشخاص من حياتك، قطع العلاقة بالعديد من الأشخاص في حياتك. استعد لشيء من هذا القبيل، واستعد لتغيير كبير سوف يحدث في حياتك في الفترة القادمة يا مولود برج الجدي. الكاهنة العظمى سيفان والشفاء. ربما لديك الحيرة في اتخاذ قرارات هامة لها علاقة بتأمين مستقبلك أو بالابتعاد عن ما يؤذيك في الفترة القادمة من حياتك. ربما تشعر بحيرة شديدة في ذلك، ولكن إذا اتبعت قلبك وحدسك ستعلم جيدا ما ينبغي عليك فعله. يعني إيه يا مولود برج الجدي؟ يعني أي حاجة بتؤذيك هي اللي ينبغي عليك تتركها، أي حاجة بتنفعك هي اللي ينبغي عليك إنك أنت تتبعها. ينبغي إنك أنت تتبع حدسك بالشكل الصحيح، وتعمل الحاجة اللي أنت تكون مقتنع إن هي هتغير من أقدارك إلى الأفضل في المستقبل، ومش هتكون نادم إن صنعتها. رسائل أوركان: موارد داخلية، شغف الإزدهار، ألهم نفسك. يعني ألهم نفسك حتى تحصل على الشغف الكافي للعمل وللإبداع، حتى تزيد من مواردك في الفترة القادمة وتؤمن من نفسك. العيب صبيانية، قوة الماس، افتح قلبك. يعني افتح قلبك واعلم أنك كالماس، كلما تعرضت إلى الحرارة كلما ازددت لمعانا. فحاول ألا تجعل الألعاب الصبيانية والاستفزاز من حولك يؤثر على صحتك النفسية ويعيدك إلى الخلف أو يرجعك خطوات إلى الوراء. أتمنى تكون القراءة عجبتك يا مولود برج الجدي. لو القراءة عجبتك اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس من أجل أن يصلك التوقعات اليومية والأسبوعية والشهرية لبرجك، ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب أمامك على الشاشة. شكرا يا مولود برج الجدي، السلام عليكم.